الفيديو ده يا جماعة طالبة منكم كلكم ان انتوا تدعوا لأهلنا في فلسطين، مش طالبة غير كده، ولا طالبة بقى تسلم ايدك ولا الكلام ده خالص. والله العظيم ادعوا من قلوبكم كده لأهلنا في فلسطين عشان محتاجين الدعاء بجد. انا كل يوم لازم ادعو لهم في صلاتي، يا ربنا يتقبل منا كده يا رب، وان شاء الله ينتصروا قريبا جدا، نسمع اخبار حلوة. وصلى على النبي كده في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وان شاء الله تقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين. ولو عايزين طريقه الكشري هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، طريقه جميله جدا، كشري حله يا جماعه كله في حله واحده، وطبعا البصل مقرمش وجميل جدا، ومش حاطه عليه نشا ولا حاطه عليه دقيق ولا الحاجات دي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وان شاء الله اشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. وكلنا يا جماعه ندعي لاهلنا في فلسطين واخواتنا وحبايبنا، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا جبار ان شاء الله رب العالمين.